I lived in Rouha, Ireland. Okay, the land of the Grain Fae and the Unsealy and Sealy Court. Okay, so Ireland, I think, من أكثر الأماكن في القصص تبعت الفي اللي is interesting لأنهم عندهم ميثولوجي كتير خاص في البلد في طقوسهم بين اسكتلند وأيرلند. عندهم زي نحكي قصصهم الخاصة عن عالم الجن، قصص كتير مختلفة عن أي مكان تاني، وكتير كتاب بأنحاء العالم بيحبوا هاي القصص وبيدخلوها في كتبهم. ف دارك فيفر اللي هلا القصة اللي بدي أحكي لكم عنها is basically كلها في حوالين هذا العالم اللي هو تبع الأيريش فاي. أوكي، زي ما بيحكوا عنه Celtic mythology. Okay, so let's start talking about dark fever. All right, so dark fever نزل ب 2006 اللي هو اسمه يعني الحمى الغامضة مثلا نحكي. اوكي، الكاتبة اسمها كارين ماري مونينج. سو الكاتبة اول اشي بداية حسستني كتير انها متأثرة كانت في ترو بلاد، ما بعرف اذا حدا بيعرف هاي السيريز، كانت قبل فترة، وكانت البطلة اسمها سوكي ستاك هاوس. كتير بطلتها اللي هي ميكيلا لين اللي هي بنسميها ماك النيك نيم تبعها، كتير كتير بتذكرني الفايب تبعها بسوكي ستاك هاوس so much. So أحكي لكم القصة. So ميكيلا بتكون بارتندر في جورجيا في أمريكا، وبتكون هي من هدول بتعرف hey y'all how are you blah 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 you know. فمرة بيكون عندها أختها بتكون كتير هي تحبها ومتعلقة فيها، بتسمع أختها انقتلت في أيرلند، فهي بتقرر توقف كل حياتها وتروح تبحث عن قاتل أختها، وسبب ليه أختها انقتلت، فبتروح بتسافر على أيرلند. أول ما بتوصل هناك بتروح على المكان أو يعني المنطقة اللي أختها كانت عايشة فيها، بتدخل على مطعم. في هذاك المطعم بتشوف واحد، للواحدة الأولى بتحس إنه هو كتير زلمة حلو هانسم، بكون طالع ديت مع واحدة. بعدين بعد شوي بتبدأ كأنها تشوف ملامح الحقيقية، بتلاقي إنه هو واحد زي الوحش، وإنه هو زي كأنه عم بيستنزف هاي البنت بطريقة أو بأخرى. فجأة بتيجي ست كبيرة بتخبطها هيك على راسها، فهي بتنصدم بتقولها ما تطلع علي، ما تلفتي نظرهم إنك أنتي بتقدري تشوفي. فهي بتقولها أشوف شو؟ مش فاهمة شو هذا اللي عم بشوفه. فبتقولها هدول الفي يعني الجن، وانتي يمكن شكلك من أصلك جذورك من عائلة اسمها أوكانر. أوكانر هم العائلة اللي بيقدروا يشوفوا الفي، مشهورين يعني في هذاك المكان بهذيك البقعة. فبيكون عندهم زي اسم بس أنا مش متذكرة بالضبط كيف بنلفظ، اللي هو اسمه صيد حصير، يعني زي كأنها بتقدر تشوف الفي وما بتتأثر بالسحر، يعني السحر أو البرزخ ما بزبط مع عيونها، بتقدر تشوف. أوكي، فتبدأ تتساءل إذا أختها دخلت في هيك مواضيع ليه، لأنه بتكون القضية تبعتها غامضة والشرطة نفسها مش عارفة تحلها. بتروح تلاقي مكتبة، المكتبة هاي بيكون اسمها Barons Books and Bubbles. أوكي، فلما بتروح هناك بتتعرف على واحد اسمه جيريكو زي بارنز. أنا شخصيا ما حبيت البطل بتاتا، يعني ما قدرتش أشوفه كيوت ولا نايس ولا أي إشي من هاي الأشياء. فهذا الزلمي اللي هو اسمه بارنز بيقنع ميكيلا إنه في حرب كتير كبيرة قادمة بين الجن والإنس، والسبب كله هو كتاب أختها كانت عم بتدور عليه. الكتاب هذا اسمه The Dark Hollow. أوكي، وبيحكوا إنه هذا الكتاب واحد من الأنسيلي كورت، يعني هلا شو أشرح لكم. السيلي عند الأيرلنديين هو الجن المنيح، والأنسيلي هو الجن اللي مش منيح. بيحكوا إنه هذا كتاب السحر طالع من عند الأنسيلي كورت، بس هو مختفي وأختها كانت عم بتلاقيه أو لقته أو إشي زي هيك، وهذا سبب قتلها. ف it's very interesting. بتصير بتحاول تلاقي هذا الكاركتر أو الشخص اللي كان بيشتغل مع أختها، وبس بتعرف عنه إنه اسمه لورد ماستر. بس ما رح أخرب لكم أكثر من هيك لأنه هلا القصة it's gonna be interesting. السيريز هاي طويلة و I regret إني أنا مش من أول الناس اللي بلشت فيهم. It's really good. Okay.
يعني حتى انا صرت احسها وانا عم بقرا انها حتى احلى من سوق ستاك هاوس. اول كتاب قلت لكم نزل ب 2006، وللسنه الماضيه نزل كتاب رقم 9. So it's a really big series. إذا حابين تفوتوا في هذا المود، بحس القصص تبعت هيك أيرلند تبعت الفاي is very interesting and different. هذه القصة بقدر أحكي إنه فيها عناصر كثيرة، فيها كثير شخصيات، فيها كثير paranormal creatures، فيها كثير theories، وفيها كثير تطورات رح تصير لقدام. So I'm really excited أرجع أكمل القصة وأفوت أعرف شو صار بعدين. So if you like this kind of story, you're gonna love this series.